جات جات برهوشة ديال ختو بركة تعاير أمها تعاير خرجوا بالزراوت ضربتني أم بحجرة وهو ضربني بحديدة. هذا نهار التلات كنا صافي تحت في الدار درتنا لابيلانس هزونا خيطوا ليا كلشي عمرنا وراقنا وصابنا كلشي الحجج ديالنا بالقانون شينا دفعنا من الكوميسيرية الربعة الخميس مشيت باش نبدل البصمة درت مع الدورة ديك الدورة اللي درت معاه خرج ليا سبعني شبع فيا معيور وتبال حيد الجاكيطة ويتشابر معايا هادشي اللي عطى الله تنقول لهم شهدوا عليا مع عباد الله شهدوا عباد الله صافي ما عرفنا حتى ترونا حتى خرج قلتو الاخرين وخرجت اختو باركيني شي يضرب الحجر شي يضرب بالكراسة شي هوايا جا للراجل هز واحد الموس جا للراجل قال لي انت شيف العصير اللي خصني نفيك نحيك من هنايا انا شديتو لي ما حشمتي قد باك تمرس من يديا ولا مشى ولد بنتي غير جا عندي عاري يشوفني شافو خوه تبعوه من اللي تابعوه هوايا تابعوا الاخر شديته قلت لي فين غادي غتحامى وانا ولدي ولد بنتي مضروب بيت الخطر دروك حنا باغي نعرفوا شكون واش كاين الامن في البلاد ولا ما كاينش هذه هي الاولى الثانيه راه الدري باقي ما بين الحياه والموت الثالثه من راه صافي حالته لا يرثى لها وهادشي راه بزاف ماشي حيت حنا مني مشينا ديكلارينا النهار 10 في شهر 7/2019 مشينا دينا الديكلاراسيو ديالنا قال لك اودي تيجيبو هما الحجاج ديالهم واش انا ماشي مواطن مغربي انا تنتسمى مواطن مغربي جيتهم خاصهم ياخذوا لي الحق جيت لهم توابيت جيت لهم مسائل قانونيه ماشي جيت لهم حاجه ما كايناش انا هضرت معاهم بالقانون تيقول لك القانون فوق الجميع انا هضرت معاهم بالقانون ولكن تدوز عليها نهار 10 قدمت لهم الاوراق نهار 11 ما كاين والو نهار 13 نتو المراه غادي تسواني جاي عندها ولد بنتها جاي يشوفها باش يديها تسواني تبدل الفاصمه ديالها خرجوا لها بجناوه اربعه اشخاص وثلاثه دريات امهم كانت تقول لهم بان امهم قابله الشرجم من 6 ديال الصباح فيما جا يخرج شي واحد في الدريه تقول لهم بلاتي راه باقي ما خرجوش كاملين انا باغي نعرف واش هاد الامن هذا ما عندوش درايه بهذا الشيء هذا كامل عطينا ملفات ما عطينا التصاور الفيديوهات قلنا حاجه وحده غنديروها معاهم من هنا عندنا حنا نقولوا حنا تل ولكن كاين جهات اكبر الا ما داروش لنا هاد الناس هادو ديال المقاطعه ديال مولاي رشيد بصفه عامه الا ما داروش معنا الحل غنلتجئوا الجهات اكبر منهم.